نعم. طب دكتور علاء، تخطي الدولار الأمريكي حاجز 17 ليرة، كيف ترى هذا الأمر؟ هو طبعا دلوقتي وانا بكلم حضرتك تقريبا هو سعره 17، يعني الدولار ب 17 ليره و17 قرش تقريبا، وانا اتصور انه هو طبعا في اتجاه صاعد، لانه التصياد، جمعيه التصياد التي تسيطر على 65% تقريبا من الاقتصاد التركي، وكلها رجال أعمال علمانيين في الغالب لا يؤمنون بالله، ويأخذون تعليماتهم من الولايات المتحدة ومن الكيانات العدوة لتركيا وللشعب التركي، وأول ما يسمعوا يعني تصريحات للرئيس أردوغان تتعلق بالفائدة هم مرابون اصلا، يعني هم الذين يضاربون على الليره، وهم الذين يوصلون الليره الى هذه الارقام، لانهم يمتلكون البنوك، يمتلكون شركات الصرافه، يحاربون الليره التركيه التي هي عمله بلدهم، يحاربون بلدهم للاسف الشديد. وانا اتعجب الحقيقه من هؤلاء الناس الذين يمثلون نسبة ليست بالقليلة في المجتمع التركي، تقريبا هم ثلث المجتمع التركي هو علماني، كيف يتحرك هؤلاء الناس ضد دولتهم وضد شعبهم وضد اقتصاد بلدهم بهذا الشكل؟ الحقيقة أني يعني أنصح هؤلاء الناس أن يكونوا أكثر وطنية وأكثر حبا لشعبهم ولبلدهم، ويحافظوا على قيمة الليرة بالتوقف عن المضاربة والتوقف عن الربا والتوقف عن الاستماع إلى يعني ما يملى عليهم من تعليمات من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي لمحاربة بلدهم وشعبهم. نعم.